هاي، ايه اخبارك؟ اسمي فلين رايدر، ازاي حالك؟ ها؟ مين غيرك يعرف المكان ده يا فلين رايدر؟ ماشي يا حلوة رابنزل. اجدع ناس، هشرح لك. حصلت لي مشكلة، كنت بتفسح في الغابة، شفت البرج بتاعك و... فين؟ هي فين؟ فين شنطتي؟ انا خبيتها في مكان ما يخطرش على بالك، في الزلعة دي، مش كده؟ ممكن تبطل بقى؟ دلوقتي في مكان ما يخطرش على بالك. ها، عايز تعمل ايه بشعري؟ هتقصه؟ ايه؟ تبيعه؟ أبداً! اسمعي، الحاجة الوحيدة اللي عايزها من شعرك إنه يحل عني وبس كده. انت لحظة، انت مش عايز شعري؟ ايه اللي هيخليني اعوز شعرك؟ بصي، كانوا بيطردوني، شفت البرج ده وطلعته، دي حكايتي. انت بتقول الحقيقة؟ ايوه.